بتزن في دماغ الواحد زن يعني بتوتر اعصابه على الاخر. انا بكون خايفه من صوت الزنانات، بتضلها تزن فوق راسي، بحس في وجع راس، بحسها بتنخر نخر في الراس، بتجع الراس. بس ازعاج كبير بصير مع صداع فوق راسك، بضلها تزن انك مش هتعرف تنام منها. زي صوت البعوضه لما تيجي تقرب من دانك، زي كانه في نحله جنب دانك بتزن. صارت زي روتين بحياتنا، عملت ترعب في عند الاطفال وعندنا احنا الكبار وعند كل الناس. وقتش أكتر وقت تسمع فيه الزنانه؟ الزنانه بتكون العصر لغايه نص الليل تقريبا، وقت الهدوء في الليل قبل النوم هيك بخمس دقائق بيجي بده يمد حاله بده ينام، لو صوت الزنانه اي لحظه تقدر تسمعها في الليل في النهار في كل لحظه. الساعه 6 الصبح تسمع صوت الزنانه اكثر من صوت العصافير. بالليل لما اجي انام والكهرباء قاطعه بتهلكني. اكثر وقت بسمع فيه صوت الزنانات بالليل، كل وقت اللي على مدار الساعه موجوده. في النهار يعني ممكن يكون موجوده بس مع الضوضاء بنسمعش، بس هي موجوده يعني في السماء 24 ساعه. لما تكون كمان قاطع الكهرب وهدوء تام بتلاقي الزنانه بتجي ارجع بصراحه. تقول الليل تقول مطور ولا مولد جنب راسك. نفسي من كتر صوتها ما هي مزعجة أمسكها وفتشتها بإيدي. عن جد لما يكون الصوت يعني زيادة عن حده بتحس إنه أنت في ممكن يصير إشي، ممكن يصير عملية اغتيال، ممكن صار شغلة، ممكن يردوا بدهم يردوا، وظلني متوتر. بعدين أقول خلص بتعب بنام. يعني الزنانة معروف إنه مصحوب بأجواء حرب وبأجواء سابقة، يعني ذكريات قديمة. يعني أنا بخاف كتير وما بعرف أنام وهيك بقلق كتير وبتوتر. لو ما نسمع صوت الزنانة في مصيبة حتصير، إما اغتيالات أو قصف أو دمار للبيوت. هي تعمل عمداً لإزعاج الناس وقلقهم. لا أنت عارف تنام ولا وأنت متخيلها، يعني هاي ممكن تقصف ممكن ها. يعني إحنا هينا بنصور هاي صوت الزنانة طالع، يعني بتقتحم حياتنا، بتسرح وين ما بدها، بتقصف مين مكان، بتغتال أي حدا. لؤي طفل عمره 14 سنة، كانت أحلام لؤي أنه يطلع لاعب كرة قدم. كان بنادي غزة الرياضي، كان هناك في عنده تدريب، توجه هو وصاحبه لحتى يروحوا على الكتيبة بعد التمرين. طبعاً في هناك مبنى قديم، فطلع هو وصاحبه لحتى يلتقطوا بعض الصور السيلفي. كان مكان آمن، كان مليان ناس، فجأة أجاهم صاروخ كان غير متوقع، كان صاروخ كارثة. سمعت صراخ بالشارع فجأة إنه أمير استشهد. صرت أنادي الناس، طيب ابني أنا وين؟ لؤي صاحبه. طلعنا بالسيارة على المستشفى اللي هو الدكتور بيحكي للناس لؤي كحيل وأمير النمرة في ثلاجة الأموات. أنا مريت في أزمة نفسية صعبة جداً. كمان أولادي التانيين عانيت معاهم، أول ما يسمعوا صوت الزنانة يدخلوا في حالة رعب مش طبيعية، اغتالوا الحلم الجميل اللي عندي، اغتالوا الطفولة، اغتالوا البراءة، اغتالوا السند اللي حيكون سندي. اللي قصف ابني وصاحبه كان متعمد وقاصد هذا الاغتيال. بدي أعرف إيش الجريمة اللي ارتكبوها هدول الطفلين لحتى يموتوا هذه الموتى.